السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال عصب حياة المجتمعات عبر العصور، والكل يسعى إلى تنميته واستثماره بكل الطرق. ومع القيود التي فرضها كورونا على كافة النشاطات والاقتصادات وما تبعها من خسائر معيشية ووظيفية، زاد الاهتمام بالمال إلى حد تطغى فيه المادة في كثير من الأحيان على الضوابط الشرعية والأخلاقية. فصار الناس يعانون من هذا الاختلال في النظر إلى المال وكيفية استثماره. ومع تنوع وتشابك مجالات استثمار الأموال في عالمنا المعاصر، كان لزاما أن نتطرق لمفهوم الإسلام ورؤيته عن المال وضوابط استثماره بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، وهو موضوع اليوم بإذن الله من فقه المال مع فضيلة العلامة الدكتور علي القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فأهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك. قبل أن نبدأ معك الحوار فضيلة الدكتور، نلفت عناية مشاهدينا الكرام بأننا نستقبل تساؤلاتكم الفقهية والشرعية حول موضوع حلقة اليوم على الهواء مباشرة من خلال البث الحي لبرنامج فقه المال على الصفحة الرئيسية للقناة على الفيسبوك. فضيلة الدكتور، نبدأ بتوضيح للرؤية أو رؤية الإسلام للمال، وهل يحث على الزهد فقط أم على الغنى وتنمية المال باعتباره من عوامل القوة التي يجب التحلي بها؟ صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المال بنص القرآن الكريم قيام للمجتمع، لا يقوم المجتمع ولا ينهض ولا يتحرك ولا يتقدم إلا بالمال، ولكن بعد العقيدة والأخلاق. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ويوم دخلت هذه الأفكار باسم الزهد، واللي يسميها عبد الله بن أبي بن مبارك بالزهد البارد، بأن المال سيء وأن الفقر فضيلة وإلى آخره، فعلا بدأت حضارتنا الإسلامية تنحدر. فالمال قوام المجتمع، المال قدمه الله سبحانه وتعالى على الجهاد بالنفس في كل الآيات التي ذكرت فيها كلمة الجهاد بالمال أو بالنفس، فلذلك المال له عظمية أهمية عظمى. ولكن هذا المال في بعض الأحيان يكتسب بالحرام ويعمل من أجل الحرام، وكذلك يستغل للطغيان وما أشبه ذلك. فهنا يأتي الإسلام ويضع لهذا المال مثل ما أشرت إلى ذلك ضوابط عقدية وضوابط أخلاقية وضوابط اجتماعية وضوابط تشريعية. هذه ضوابط العقدية، وهو أن يؤمن الإنسان بأن المال مال الله سبحانه وتعالى، وأن هذا المال أمانة بيد الإنسان، يجب أن يؤدي الإنسان صاحب المال هذه الأمانة على الوجه الصحيح. والوجه الصحيح هو تنمية هذا المال واستثمار هذا المال، وكذلك صرف هذا المال بالإضافة إلى المنافع الدنيوية للإنسان كذلك للآخرين. ولذلك رب العالمين ذكر نموذجين لمن يؤمن بأن المال مال الله ولمن لا يؤمن بذلك. النموذج الأول، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شفتوا يعني أضعف الطبقات. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله. النموذج الثاني هو في سورة حينما يتحدث أرأيت الذي يكذب بالدين، سورة ماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين، ما هي مواصفاتهم؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بالإضافة إلى قصة قارون في الصراع الطبقي والاجتماعي التي تمثل هذه القصة الرأسمالية اليوم، الأنانية والرأسمالية، كما كان قارون إنما أوتيته على علم، أنا اللي سويت وأنا اللي عملت. شوف، بينما الذي يقول الله سبحانه وتعالى أعطاني يبحث عن إرضاء الله، الذي يقول أنا سويت زي الرأسمالية وما أشبه ذلك يقول لا، لماذا نعطي مالي لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كما نراها اليوم حتى من الدول الكبرى. لذلك كذلك قصة سورة الكهف، الشخص الذي قال أنا أكثر منك
مالا وعزوا نفرا، الطغيان والغلبة وما أشبه ذلك. وكذلك قصة الثلاثة الذين لا يعطون فقراء ذهبوا بالليل والله سبحانه وتعالى أهلك. هذه القصص كلها تمثل هذا الجانب العقدي وهو مهم جدا. ولذلك حينما يتحدث القرآن الكريم بالمناسبة عن تحريم الربا وهو جانب أخلاقي، قبل ذلك يخاطبنا بالإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. بدون إيمان وبدون تقوى الله لا يمكن أن يتنازل الإنسان عن ماله ولا يدخل في مثل هذه الاستثناءات. هذه ما يسمى بالضوابط العقدية. الضوابط الأخلاقية هي الإخلاص والشفافية والأمانة وإلى آخرها. باختصار الضوابط الاجتماعية وهي مهمة جدا: منع الصراع الطبقي. والآن حقيقة لما كارل ماركس وكذلك الفكر الشيوعي قالوا إن المال والرأسمالية هي السبب في كل الصراعات، كان لهم إلى حد كبير الحق، لأن كانت الصراعات فعلا. ولذلك مع الأسف الشديد بدل ما يعالج هذا الصراع قطعوها فقالوا منع الملكية الفردية. هذا خطأ. الإسلام يعالجها من خلال هذا الإيمان ومن خلال الأخلاقيات ومن خلال الحقوق ومن خلال المقاصد ومن خلال الأهداف العملية. أما الجانب العملي التشريعي وهو أنه يجب أن هذه الأموال الموجودة أن تشغل هذه الأموال لصالح الفرد والمجتمع ولزيادة الطاقات ولتوظيف الناس ولتعمير الأرض، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، ولتحقيق التنمية الشاملة للموارد البشرية والموارد المالية. هل تعتبر هذه ضوابط شرعية فضيلة الدكتور التي ذكرتها الآن؟ نعم، هذه التي ذكرتها نعم. كلها ضوابط شرعية ومنصوص عليها. لو كان هناك مجال لأتينا بكل ضابطة من الأدلة الشرعية. طيب، هل يجب على كل مستثمر أو من يمتلك المال أن يكون ملما بهذه الضوابط قبل البدء في أي استثمار؟ يعني هل نستطيع أن نقول صحيح. أن المعرفة هي فرض عين أم فرض كفاية؟ الاستثمار يحتاج إلى عدة أشياء. أولاً واحد يعني يحقق الماء، يحقق الملكية، وبالتالي أسباب كسب هذا المال، هذا الربح، أسباب الكسب يجب أن تكون مشروعة. بعد ذلك كيفية هذا الاستثمار، يجب أن تكون أدوات الاستثمار ووسائلها أن تكون مشروعة. الأمر الآخر كذلك كيفية الإنفاق والاستهلاك أيضا، والأمر الرابع كيفية التبادل، والأمر الخامس حقوق الناس. أربع خمسة أشياء إذا كان الإنسان لا يعلم من الشريعة شيئا من هذه الأمور فيقع في الخطأ. ولذلك كان يعني هناك ما يسمى بالحسبة في الإسلام، كانت هناك سوق إسلامية. بالمناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بنى المسجد مباشرة بنى سوقا للمسلمين، مع أنه كان هناك سوق بني قينقاع وسوق بني نظير. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه بترتيب سوق ورتب عليه سم محتسبا، وحتى في فترة من الفترات في زمن عمر كانت المحتسبة شفاء، وهي امرأة صالحة وقوية الشخصية، فكانت هي التي المحتسب. فكان المحتسب أي إدارة الاحتساب عندها مكتب في مدخل السوق ومخرج السوق، يسألون الشخص الذي إذا كان هو يريد يتاجر متاجرة، إذا كان يريد يشتري شيء بسيط لا يتركونه، لكن يريد أن يستثمر وأن يبيع وأن يشتري، يقول: هل عندك علم بالحلال والحرام؟ قال: ما هو الحلال والحرام؟ قال: إذا أنت تعلم الحلال والحرام أولا ثم يأتي إلى سوقنا حتى ما تقع في الشبهات وما تقع في المحرمات. فهذا نعم مطلوب، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يشد عليه، ما يقبل أي شخص خاصة في السوق كما قلت، يعني التجار الأساسيين لا يسمح لهم إلا أن يكون لديهم أقل شيء إلمام، ثم إذا استشكل عليهم يرجعون إلى أصحاب العلم. ونعم كما قال: ولو وإذا نعم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب فضيلة الدكتور، يعني وبشكل مبسط، كيف يمكن إسقاط هذه الأحكام الشرعية التي ذكرتها وهي الضوابط الشرعية على أي نشاط تجاري أو استثماري في الوقت الحالي؟ حقيقة ليست صعبة،
لأنه سبحان الله ديننا يسر، كل ما في الأمر هو يعرف يعني المبادئ العامة للبيوع مثلا إذا كان هو يتاجر بالبيع، مثلا المشروعية البيع وكذلك أدوات البيع، وإذا كان هذا البيع في مثلا في النقود لابد من شروط وضوابط خاصة، وإذا كان في الذهب مثلا، وأما ما عدا ذلك فالشروط سهلة جدا، وبعدين هذا حلال وهذا حرام إلى آخرها. حقيقة يعني أمور سهلة جدا ليست صعبة. أهم شيء أنه حينما يكتسب المال أيضا لا يعتدي على أمواله، سبحان الله هذه الفطرة السليمة يعني تعريف ذلك، لا يكون فيه اعتداء، لا يكون فيه ظلم، لا يكون فيه غش، لا هذا كلها الفطرة السليمة، لا يكون فيها كذب، لا يكون فيها يمين ينفق ماله، هذه الضوابط العامة لقضية التجارة، بالإضافة إلى ذلك حقوق الناس وهي حق الزكاة وغير ذلك، وحقوق البيت وحقوق النفقة وما أشبه ذلك، كل ذلك حقيقة أنا أستطيع أن أقول ليست صعبة، وإنما إذا وجدنا مجالا ممكن نعمل حلقة حلقتين لكل عقد، كما إحنا حلقاتنا السابقة أختي أسماء كلها كانت في هذا الإطار، أي حلقة عملناها هي في بيان وتسهيل وتبسيط هذه القواعد. يبقى بعض الأشياء شوية معقدة مثل مسألة التجارة في الأسهم أو في المحافظ الاستثمارية أو ما أشبه ذلك، هذا حقيقة ضروري أن يعود إلى أحد العلماء ويسأل، يقول يا أخي أنا أدخل في التجارة كيف ضوابط، ما هي الأسهم المباح وما هي وكيف أتاجر، وهل ممكن أنترنت، وهل ممكن وهل ممكن إلى آخرها. فهذه الأمور كلها حقيقة نستطيع أن نبسطها، وهي مبسطة جدا إلا في بعض الأشياء اللي شوية فيها تعقيد ولكن يحتاجون فيها إلى العالم. نعم دكتور، هل وضع الإسلام قواعد استرشادية يعني على سبيل المثال أين نستثمر، كيف ومتى؟ نعم أحسنتي. أولا بالنسبة للقواعد الاسترشادية، أول ما وجهنا إليه الإسلام أن يكون محل الاستثمار مشروعا، ثم بعد ذلك أيضا لابد أن يكون هذا الاستثمار نافعا، بل يبحث الإنسان عما هو الأنفع. إذا كان مثلا نحن رجل يمكن يعني يكتسب على سبيل المثال يكتسب في تجارة عادية في ممكن في قضية العملات وحتى بضوابطها الشرعية قضية العملات، ولكن قضية العملات لن تحقق، لا نقول حرام، حتى لو وجدت شروطه لن تحقق التنمية الشاملة. فعلى المسلم الإسلامي وجهه يقول لا، أنت بدل ما تستثمر هذه الأموال في العملات استثمرها في السلع، في المعادن، في التقنيات، في تنمية الموارد البشرية، في العلم، في الطب، فيما أشبه ذلك. هذه التوجيهات حقيقة موجودة جدا، سواء كان لكيفية، بالإضافة إلى الضوابط التي ذكرناها، ضوابط التوجيهية التي ليست إلزامية لكنها حقيقة أيضا. بالمناسبة الإسلام في هذا المجال وضع عدة مسؤوليات وهي توجيه. أولا الدولة مسؤولة عن التوجيه، لا بد على الدولة أن توجه الأموال إلى ما ينفع الناس، كذلك المجتمع بنفسه لا يجوز له أن يقبل بمجرد الربح، لا يكون الربح هو السبب الأساسي، يكون الربح أحد الأسباب لا مانع منه شرعا. كذلك أيضا الشركات والبنوك الإسلامية يجب أن تبحث وتسعى لما ينفع الناس. الآن نحن في مثل هذه الظروف الحالية كلما كانت التجارة أو الأموال تتوجه نحو ما يمكن تشغيل الأيدي العاملة والموظفين كلما يكون أبرك وأحسن. لماذا؟ لأنه اليوم نحن أمام مشكلة يعني بطالة خاصة في عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي. كذلك أيضا يوجه الإسلام إلى الوفاء، أنا استثمرت يعني أو ناس أو عمال أو موظفين اشتغلوا معي 10 سنوات وخدموا شركتي ونجح، والآن في صارت أزمة على طول أنهي أعمالهم، أيضا هذا ليس من أخلاقيات الإسلام. أخلاقيات الإسلام الأخوة، أخلاقيات الإسلام أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك. أخلاقيات الإسلام مثل ما قال عمر حتى لليهودي، قال لليهودي الذي كبرت سنه، قال ما الذي دفعك إلى أن تتسول؟ قال والله يا عمر ما عندي شيء، الآن ما أستطيع أن أعمل وأنا عندي عيال قال والله ما أنصفنا، أخذه بيده وأجئ إلى بيته. شوف
وأكرمه ورضخ له ثم أصدر أمرا بذلك، قال والله ما أنت أعطيتنا يعني شبابك وعمرك واليوم نحن نعفيك، والله ليس هذا من الوفاء الإسلامي. فلذلك هذه الأخلاقيات مهمة، هذه يسمون توجيهات، لا نقول محرم لكنها لا يليق بأخلاق المسلم الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. طيب فضيلة الدكتور، بما أن الإقرار بأن الاستثمار هو الأساس في تملك الأموال وليس الكنز مثلا أو تكنيز الأموال بشكل كبير، هل هناك ضوابط تقيد هذا الاستثمار في الإسلام بشكل مطلق؟ أي نعم، هناك أهم شيء كما قلت هذه الضوابط التي ذكرناها العقدية والأخلاقية والاجتماعية، أيضا مسألة صراع الطبقات، وكذلك هناك أيضا تشريعية، الشريعة تتدخل في بعض هذه الأمور، يعني مثلا في قضية الاستثمارات تتدخل الشريعة بأن تكون هذه الأمور منتجة وفي نفس الوقت وفيها إتقان ولا تتجه نحو المحرمات، وحتى إلى الرفاهيات. أيضا استثمار في الإسلام لابد أول شيء نحقق الضروريات لمجتمعنا، ثم بعد ذلك الحاجيات، ثم المحسنات، ما يسمى يعني أولوية التنمية في الاقتصاد الغربي، نحن نسميه فقه الأولويات. فيجب أن تكون هذه أيضا ضمن خطة، بالمناسبة يجب أن تكون هناك خطة، وهذه الخطة من الناحية الشرعية يجب أن تكون خطة، هناك خطة عامة للدولة وخطة أيضا خاصة للأفراد والشركات حتى نحقق، وإلا ما تكون فوضى. اليوم في معظم بلادنا لا توجد لا خطة من الدولة توجه هذه الأموال ولا خطة، كل واحد بكيفه، وبالتالي هناك كثير من أنواع الإفلاس، كثير من الأشياء تتكدس الأموال لأنها لم تدرس الدراسة المطلوبة. كما قلت هذا كلمة، لما نقول المال مال الله مش معنى أن جانب عقدي فقط، هذا عليه مسؤولية، أن مال الله يجب علي أن أحافظ عليه وأن أنميه وأنه أقوم بما أمرني سبحانه وتعالى في تشغيل هذه الأموال، في توجيه هذه الأموال لما يحقق الخير. فلذلك وجود الخطة، شوف سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، رغم أنه كان يعيش في بلد لم يكن بلده، ولكنه هذا وفاء الإيماني، وضع لهم خطة 14 عاما، قال تزرعون 7 سنين دأبا إلى آخر الآيات الكريمة، 7 سنوات كيف يعمل، 7 سنوات الأخرى مال السنوات يعني جفاف، ماذا يفعل الأمة، هذا هو التخطيط. ثم لابد أن يكون للتخطيط نتيجة، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فلذلك احنا مشكلتنا نضع خطط في عالمنا العربي والإسلامي، وخطط محترمة وجميلة، لكن بعد ذلك لا نتائج إيجابية ولا أي شيء، وإنما مجرد كلام وتنميق. فهذا أيضا من متطلبات الشريعة لقضية الاستثمار، أن تكون يفقى خطة استراتيجية وخطة مرحلية وخطة عامة وخطة شاملة تستوعب الموارد المالية والموارد البشرية. طيب فضيلة الدكتور، قبل أن ننتقل إلى الأسئلة الخاصة بمشاهدينا الكرام والتي يعني تم إرسالها لنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى لي سؤال في هذا اللقاء. يعني إذا ما نظرنا إلى البحث عن الاستثمارات التي تحقق عائدا كبيرا في أي مشروع، كيف يمكن أن يجمع المستثمر بين ربح الدنيا وثواب الآخرة في ظل هذا التشابك الكبير في المعاملات؟ هو طبعا قضية الثواب بالدنيا والآخرة تتحقق أو يتحقق بأمرين فقط، يعني سبحان الله سهل. أول شيء النية الطيبة، أنك تخدم يعني الناس وتخدم دينك وأمتك، هذا النية، إنما الأعمال. الأمر الثاني أن تكون هذه المجالات مشروعة ووفق ما تحقق الخير للمجتمع، فإذا تحقق هذان الشرطان فالله سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر على عملنا وعلى تجارتنا مثل ما يكتب لنا الأجر على عبادتنا. رب العالمين لم يفرق بين الصلاة وبين التجارة، فإذا قضيت الصلاة قبل الصلاة أمران، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمران مباشرة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن كما أن يعني الذهاب إلى الصلاة واجب، الذهاب إلى العمل
وتحقيق فضل الله أي الربح وخدمة الناس أيضا واجب فيهم، ولذلك الاستثمار بصورة عامة ليس فرديا هو من فروض الكفايات. لا يجوز للأمة أن تترك الاستثمار وخاصة في المجالات الحيوية. طيب فضيلة الدكتور، يعني نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ونريد إجابة سريعة عليها. نبدأ بالسؤال الأول، يقول هل هناك موانع شرعية من الاستثمار في الذهب عبر الإنترنت كشراء المصوغات والمضاربة فيه عبر منصات فوركس مثلا من خلال صناديق الاستثمار المقومة بالذهب؟ حقيقة من ناحية الشرعية يجوز استثمار في الذهب والفضة وكذلك في العملات، ولكن بضوابط شوية يعني أشد من أكثر يعني ضبطا من الأمور العامة، لأن لها خصوصية قد لا يسع المجال لذكرها. من أهم هذه الضوابط تحقيق التبادل والتقابض الفوري في المجلس، ونحن والحمد لله الآن فقهاء المعاصرون والمجالس والمجامع الفقهية قلنا ممكن المصرفي انني اشتريت قيد في حسابي في مثلا سويسرا، اشتريت كيلو ولا 2 كيلو قيد في حسابي وايضا وقيد مالي وحولته، فهذا. لكن لا يجوز بالدين، لا يجوز بالاجل، لا يجوز بالزياده بين الذهب ونفس الذهب، هذا الذي يعني شرطان اساسيان كما قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه الا يدا بيد سواء بسواء، فان اختلفت الاجناس فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد. ونحن اليوم يدا بيد وسعنا دائرته ليشمل القيد المصرفي، القيد المصرفي الذي يقيف، هذا تسهيل كبير جدا. كل إشكالية لا يجوز فيها التأخير، هذا الأمر الأول. وكذلك بالنسبة للمارجن أو فوركس بالنسبة للعملات، إذا كان بنفس مبلغ الإنسان أنا عندي مليون ريال أتاجر به دون أن أخذ هامشا أو رافعة أو مارجن كما يسمون حسب ما، هذا يجوز بنفس الطريقة، يسجل على حسابي ويسجل أيضا فلوسي على حساب ويتم، ثم لما يستقر فلوس في حسابي أبيعه أو أشتري به أي شيء لا مانع منه. مسألة المارجن في فوركس لماذا لا يجوز؟ طبعا هو لا يجوز في الذهب والفضة والنقود، يجوز مارجن أنا رتبته في الأسهم، لا يعني يحتاج إلى وقت وإلى شرحته. المهم لماذا لا يجوز في الذهب والفضة؟ لأن حقيقة هذا لن يتم فيها القرض، هؤلاء الذين يعطون مارجن أو رافع لن يقرضوك حقيقة، إنما يعطوك كريدت، يعطوك ضمان فقط، ولذلك مجرد ما وصلت الخسائر إلى 75 يصفوه، رضيت أم لم ترضى، إلا إذا أنت قمت بمبلغ آخر وبالإضافة إلى المخاطر العالية التي تقترب من المغامرة وليست متاجرة. طيب دكتور، نريد إجابة سريعة على هذا السؤال ونختم به، هل الاستثمار في العملات عبر المواقع قوية شو نسوي؟ نعم اسمح لنا، هل الاستثمار في العملات عبر المواقع المشهورة عالميا جائز شرعا؟ وماذا عن تنمية المال من خلال شركات تتاجر في العملات وتعطي أرباحا يومية غير ثابتة؟ أي هذا حقيقة، كل هذه الشركات التي تعطي أرباحا أو شيء كلها قائمة على قضية المارجن، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالضوابط الشرعية مع الأسف الشديد. لكن لو أن الإنسان بنفسه أو عن طريق شركة إسلامية تقوم بالمتاجرة في النقود دون مارجن فهذا يجوز إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على أمل اللقاء بك بإذن الله في لقاء مقبل. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نتمنى لكم بإذن الله يعني يوما طيبا وإلى اللقاء.